حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أوتك، حياكم الله. حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أوتك، راح نتحدث خلالها عن أخبار مهمة أبرزها سناب شات واختراعها وصفقة بيع تويتر واعترافات هامة من ياهو. شركة سناب شات أعلنت عن نظارة جديدة تعتبر أول جهاز رسمي للشركة. ميزة هالنظارة أنها تصور فيديو لمدة 10 ثواني عن طريق زاوية النظر، مو عن طريق كاميرا الجوال. ومع النظارة غيرت سناب شات اسمها من سناب شات إلى سناب فقط. تقارير عديدة ذكرت أن مجلس إدارة شركة تويتر يفكر في بيع الشركة لشركة أخرى مقابل مبلغ لا يقل عن 30 مليار دولار. أبرز المرشحين لشراء شركة تويتر هي شركة جوجل. شركة ياهو أعلنت أنها خلال عام 2014 تعرضت لاختراق كبير جداً وبعد جداً، لأن أكثر من 500 مليون حساب تعرضت بياناتهم للسرقة، وشركة ياهو ما عرفت إلا بعد سنتين. طبعاً الشركة ذكرت أن البيانات البنكية ما انسرقت واقتصرت السرقة على الحسابات فقط. شركة ساندسك أعلنت عن طرح أكبر ميموري في العالم بحجم 1 تيرا بايت. تخيلون أن 1 تيرا بايت في ميموري صغير؟ المهم أن الشركة استخدمت أحدث التقنيات في هذا الميموري، ممكن أنك تحط فيه الكثير والكثير من الأشياء، ومنها 250 فيديو عالي الجودة. المهم أنه راح ينطرح قريباً في الأسواق. شركة مايكروسوفت أعلنت عن عدة مشاريع لاستخدام حواسيب خارقة واستخدام الذكاء الاصطناعي في قراءة التقارير الطبية وأيضاً البحث عن الأدوية، وخاصة لمرض السرطان، كفانا الله وإياكم شره. اليوم بنتكلم عن ايفون 7 وتحديدا ايفون 7 بلس، لان الميزه اللي بنتكلم عنها مو موجوده الا في 7 بلس. طبعا الشيء الفارق في الايفون 7 بلس هو الكاميرا. راح نتكلم عن اولى مميزات الكاميرا في 7 بلس وهي ميزه العزل. خلونا نشوف ميزه العزل. اول شيء نفتح الكاميرا وبعدها البورتري. خلنا نجرب ميزه العزل وياكم. احد يعطينا صوره يا شباب؟ ومثل ما شفنا معاكم كانت هذه النتائج، صراحة أبهرتني النتائج، أحسن من كاميرا رافالة. المهم ننتقل للميزة الثانية واللي هي ميزة التقريب العدسي في الفيديو. ومثل ما أنتم شايفين هذه النتائج. استعرضنا معاكم أبرز ميزتين في كاميرا الآيفون 7 بلس. طبعاً أريدوا طرحت الآيفون 7 وال7 بلس فجر يوم السبت الماضي، وحفل توزيع آيفونات 7 اللي أطلقتها أريدوا فجر يوم السبت كانت في فندق الشيراتون، وتم في الحفل توزيع الأجهزة لمن قام بالطلب المسبق. طبعاً أسعار الآيفون تبدأ من 2800 ريال وصعوداً حتى 3600 ريال، والآيفون 7 بلس يبدأ من 3200 ريال وصعوداً حتى 4000 ريال. طبعاً أقل سعة للذاكرة موجودة هي 32 جيجا. مشاهدينا الكرام، كنا معكم في أولى حلقات برنامجكم الأسبوعي أوتك. نلتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة مع أخبار تقنية جديدة. فمان الله.